داخل هذا المحل المتواضع الواقع وسط مدينة غليزان، يمارس عبد الله حرفته منذ عدة سنوات، والمتمثلة في بيع مختلف أنواع الأدوات والأواني القديمة التي تذكر الزبائن بالزمن الجميل. فقبل أن تصبح هذه الحرفة مصدر رزق له، هي هواية أحبها منذ صغره، وأصبح يجمع كل ما هو قديم. الحرفة هذه أنا وردتها من عند الجد، كنت متمنيها ملي كنت صغير، ويت نشري ندير في الدار، ويت نعرف هذه الحرفة. وحنا سي لو بريمي هنا في غليزان اللي كنا حالين هذه الحرفة هذه. سي جدي هو اللي كيشغل خلاها ملي كنت صغير، كنت نشوف قعدت لي ليماج هكا. زبائن عبد الله يتوافدون عليه يوميا، خاصة منهم